مع انطلاق أولى صيحات الثورة السورية، كان عصر صفحات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية تشهد انتشارا كبيرا في البلاد. حاول النظام في البداية لجم ما يوفره هذا العالم من إمكانيات، لكنه لاحقا عدل هذا الرأي من خلال تشكيله لجيوش ومواقع إلكترونية قريبة منه. هذا التطور أدى إلى فتح الباب واسعا لحدوث تغيير كبير على مستوى الصحافة السورية المؤيدة للنظام، إذ أخذت هذه المواقع تحل محل الصحافة الورقية التابعة للنظام من خلال أخبارها العاجلة حول المدن السورية. حاولت هذه المواقع إظهار نفسها للجمهور بوصفها حيادية، ولذلك لم يعد يخلو يوم في موادها دون نقد لوزير أو مسؤول في حكومة النظام، لكنها في المقابل بقيت تفسر كل الحوادث الأمنية بإرجاعها لمشكلات اجتماعية أو خلافات أهلية. الملاحظ مؤخرا هو قيام هذه المواقع بالتخفيف من جرعة الأخبار المنتقدة للأوضاع المحلية المريرة في مناطق النظام، كما ترافق هذا الأمر مع قيام أجهزة أمنية باعتقال عدد من رؤساء تحريرها بتهمة التعامل مع جهات أخرى، آخرها ما حدث مع رئيس تحرير موقع هاشتاغ سوريا المقرب من النظام. بعض المراقبين فسروا الاعتقالات الأخيرة برغبة النظام في إفشال تجربة المواقع الإلكترونية حتى وإن كانت مؤيدة له، والتركيز من جديد على إعلامه الرسمي. فإلى أين يسير عالم المواقع الإلكترونية المؤيدة للنظام؟